عملية سرقة تتحول إلى حديث عن الإسلام في بريطانيا. محل جوالات يملكه مسلم دخل عليه إنجليزي فسرق جوالين، حاول الهرب لكن الباب أقفل عليه فعاد وسلمهما وخرج دون أن يرفع صاحب المحل بلاغا ضد هذا السارق. كتب صاحب المتجر في حسابه: قال رسول الله الراحمون يرحمهم الله، يعني يرحمهم الرحمن، نعيش أوقاتا صعبة، أي شخص جائع يحتاج إلى طعام فليقم بزيارتنا. نتابع مع المشاهدين الكرام هذا الفيديو من كاميرا المراقبة، والذي رصد هذا السارق الذي خرج من المحل بعد عفو صاحب المحل عنه. نتابع. حقيقة اللقطة ليس في العفو عن هذا السارق، اللقطة الأخرى في أخلاق هذا المسلم الذي قال الجائع يأتي لزياراتنا ويعرف أن الأوضاع صعبة. الحقيقة تخيل الأوضاع صعبة في بريطانيا، يعني هذا شيء أيضا عجيب، ولكن الحقيقة التضخم الاقتصادي أصاب كل بلدان العالم بعد أعوام كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، لكن الحقيقة هذه أخلاق المسلم. وهذا التصرف جعل الناس في بريطانيا يتحدثون عن الإسلام. ما هو هذا الإسلام الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الراحمون يرحمهم الرحمن؟ ما هذا الإسلام الذي يتحدث عن الرحمة بهذا الشكل؟ ما هذا الإسلام الذي يدعو الناس أن تأتي إذا كانت جائعة إلى بيت هذا المسلم أو إلى مكان هذا المسلم لكي يساعدهم؟ أما فيما يتعلق بالعفو عنه من عدم، ربما أيضا هذا أثار مشاعر الناس فيما يتعلق بموضوع العفو، لكن من وجهة نظري حقيقة العفو يكون له أيضا ضوابط، يعني ربما تعفو عن ظالم فيتمادى في الظلم، وربما تعفو عنه فيعود ويرجع يتأثر بهذا الموقف، ولكن أيضا يبقى الاحتمال الآخر موجودا وربما يرتكب الكثير من السرقات، فهذا أيضا أعتقد والله أعلم له ضابط. لكن الشاهد في الأمر أن هذا الأمر أثار الناس، أثار مشاعرهم، أثار أحاسيسهم حول أخلاق المسلمين. والحقيقة أخلاق المسلمين حدث عنها ولا حرج، ولكن هناك تقصير الحقيقة منا فيما يتعلق بنشر هذا الإسلام بصورته الصحيحة وتعريف الناس به ومخاطبة غير المسلمين بأخلاقنا، أخلاق الإسلام الراقية.